في قداش كان ياخذ السي المنظر يا ودي تونسي ما تحكيش على التونسي ما تحكيش لا 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 براس قبل ما يمشي الكاميرون شيخو ايش عندي فيه براس انا يا علاش ما حكيش على التونسي يقول لك انه كي يمشي على الاول ب 300 ميلو رو مش معناه لانه هو يحس في روحه رخيص لانه هو ينتظر في الشانس اللي مش يولي ويرجع بها سومو 200 الف يورو انا دور لونسي اخي لومير وقت اللي جبناه يوسف قداش ياخو لا ياخو في مونطون قداش ياخو في مونطون والاخرى تكمل هولو قداش ياخو والفيدراسيون فرانسيس كمل لا لا في اطار التعاون بين الجماعتين مازال عنده سو كونترا في ديريكسيون تكنيك وعلاش جا لومير لتونس علاش قبل باش يجي لتونس علاش قبل لانه واكل كبوت عن 2002 بايشي جاء بور لونسي زكريا سامحني عاد يا عبد الباقي شويه لومير اولا في فرنسا وعامل في الميليتير دو خدم مع امي جاكي مش نحكي على قيمه لا 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 خدم مع امي جاكي خل نقول لك انا خدم مع امي جاكي وعمل كوب دوروب وهز كوب دوروب سي يوسف يعاد كيفاش انت تمثلي مش نمثل شفت كيفاش نس فيها الكلام ما مثلتش هذايا لومير اللي قيمته كبير هز كوب دوروب علاش قبل جال تونس بسوم اقل ايش عندي فيه يا عبد الباقي لا لا ما كنتش بتاع السوم انت قلت لك لومير اللي تي انتيليجون رجال تونس بور رولونسي سا كارير بعد ما كلا كبوت اون 2002 وعمل الفضيحه على المنتخب فرنسا في كوب دي موند 2002 جا مع تونس بور تونتي سا شانس بور رولونسي سا كارير ونجح ونجح في ذلك لا رولونسي سا كارير سامحني الور اي مدرب كيف رولونسي كارير سي يوسف هذا جانب ايجابي بالنسبه ليك تفضل